حلو الاخطبوط من الحي الني ده. اسمع يا جلال بيه، انا لو حد مد ايده عليا مش هيطلع عن الصبح. حبشتك معايا، قصدي تعبتك معايا، يعني انت عايز تفهمني ان يوم جوازك ما حدش مصعرف وقف معاك؟ تصبحات اخر زمن. محدش قال لحضرتك قبل كده انك سافر ومش محترم وما بتعرفش. المطوه بتاعتنا بس الفلوس مش بتاعتنا. فيلم عمر المحتار احنا هنغير اسمه طبعا لانه اسمه اثار عليه دجل وجدل، سوري. والحقيقه احنا وعدنا بتغيير اسمه، وان شاء الله اول ما الظروف العامه والسينمات في الخارج تفتح والسينمات ترجع تاني نبدا تصوير ونشتغل ان شاء الله. وانتهى مؤخرا النجم هاني رمزي من تصوير دوره في فيلم 200 جنيه واللي هيكون بطوله عدد كبير جدا من النجوم، وهيشهد تغيير كبير في أداء هاني رمزي. فيلم 200 جنيه ده تأليف الأستاذ أحمد عبد الله وإخراج الأستاذ محمد أمين وإنتاج شركة فيردي، وفي مجموعة كبيرة جدا من نجوم مصر مشاركين في فيلم واحد، كل واحد ليه زي قصة معينة داخل هذا الفيلم. سعيد بالتجربة جدا، أنا شخصيا خلصت دوري قبل رمضان علشان أفضل المسرحية، تجربة تعتبر فريدة في السينما، وأنا بالنسبة لي فيها تغيير جلد لأن أنا عامل دور يعتبر تراجيدي، يعني مش دور كوميدي زي ما الناس متعودة عليه. أنا عايز أخد فرصتي كاملة، مين فينا اتولد حرامي؟ بص علينا، سيبني هحاول مسيري هوصل. الناس هتشوفك، ما تسيبنيش يا دبش، هروح فين من بعدك؟ سامية هتجوزها ازاي؟ الناس بص علينا، انا ما بقتش حرامي غير على ايدك. والله احنا حاولنا كتير في غبي منه فيه ان احنا نعمل منه جزء تاني، وما زلنا بنحاول، مش هنستسلم، وان شاء الله لمجرد ان انا يعني يقع في ايدي السيناريو اللي يليق ان يبقى ده جزء تاني من غبي منه فيه ويبقى افضل من الاولاني، او على الاقل نحافظ بيه على نجاح الاولاني، انا مش هتردد اطلاقا، لان هو حلم من احلامي ان انا اقدم الجزء التاني لغبي منه فيه. ومن فتره كبيره انتشرت اخبار عن نيه عمل جزء تاني من فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه، واللي شارك فيه النجم هاني رمزي سنة 98. صعيدي في الجامعة الأمريكية أنا سمعت أنهم نفسهم يعملوا برضو منه جزء تاني، وأنا أول ما اتصلوا بي قالوا لي عندك استعداد؟ قلت لهم بلا تفكير بلا تردد عندي استعداد، وإن شاء الله ربنا يوفقكم في أنكم تعملوا لنا سيناريو كويس يليق برضو أنه يبقى فيه منه جزء تاني. الصعيدي في الجامعة الأمريكية ده جيلي، ودول أخواتي، ودول اللي أنا تربيت معاهم، ودول اللي أنا طلعت معاهم ونجحنا سوا وحققنا أحلامنا مع بعض، فبالعكس هيبقى مشروع أعتقد عظيم. يعني بشجع المنتج والمؤلف الدكتور مدحت العدل والدكتور محمد العدل وعيلة العدل كلها أنهم يتبنوا الفكرة بجد بقى وتدخل في حيز التنفيذ، لكن الله أعلم هل فيه ولا مفيش، أنا مش عارف. صباح النور يا أحلى عرسة في الدنيا. عرسة؟ عروسة، بس فرحت بيكي كلت الواو. ومن أكتر من 9 سنين والنجم هاني رمزي مبتعد عن تقديم مسلسلات تلفزيونية باستثناء ظهوره كضيف شرف في بعض المسلسلات. الحقيقة حكاية المسلسلات أنا يمكن بقالي فوق 6 سنين ما عملتش مسلسلات، بس لمجرد أني هشتاق على التلفزيون ورجوع للتلفزيون أوعدكم أنا هنزل بمسلسل، بس برضو لازم يتعرض علي حاجة تخليني أتشجع أني أرجع للمسلسلات تاني. يمكن الارتباطات السينمائية وكده خدتني شوية من التلفزيون، لكن برضو التلفزيون ده بيتي، مهما يعني غبت عنه لازم هرجع له تاني. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.